تعالوا بقى نبدأ دلوقتي نعمل الكفتة في السريع. أنا مجهزة كل حاجة، هفتح كده الكبة وهنعمل كالآتي. أنا عندي البرغل شايفين منقوع وهعصره كده، هاخد منه كوباية. العدس جميل والله، من الحاجات الجميلة والشربات الرائعة المغذية. خلاص، مهم قوي موضوع البرغل ده، كمان بيعمل معايا كمية. يعني البرغل ده من الحاجات اللي بتدي طعم وبيدي كمية للكم اللحم. عايزة اقول لكم بيحسن صحة القلب جدا والهضم جدا، مفيد للحوامل جدا والاطفال، في نسبة الياف حلوة وفي نسبة فيتامين بي، بيقوي المناعة. بصوا ده انواع، على فكرة البرغل ده انواع، في منه الاصفر اللي حضراتكم عارفينه، ايوه بصوا كده الاصفر ده اكتر واحد مشهور طبعا على مستوى العالم، لانه بيتصنع من القمح، ده اللي احنا بنستخدمه. وفي منه بقى الاسمر، تعالوا كده المبشوره دي، بصوا هعصر كده، هاخد التفل بس، هعصر اخد واحده بس اهي، والميه دي مش هرميها، هبصم بيها على الكفته، احنا عملنا كده قبل كده اهو. بصلايه خلاص، هناخد بقى التوابل، معلقه البيكنج باودر واحط على اللحم هنا، وخليني هحط دلوقتي كمان عايزه اقول لكم بيستخدم كتير في المعجنات وفي حاجات كتير وفي التبوله، وهناخد كده رشه ملح وفلفل، بنستخدمه كمان في التبوله مشهور جدا، وملح هو يعتبر زي الرز ده كده، اللي عايز يضيف بهارات لحمه تمام. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طب خليني بس اظبط هنا، معلش ممكن يكون هما مش منزلين ده الاخر، تمام طب استاذ فضل معلش احنا نوقف عشان بس ايه الدنيا ما تبقاش مش مظبوطه معانا، عشان انا مش عارفه هي كانت كويسه ومظبوطه، بس ده ليه بيتشنكل لفوق معرفش. لا هنجرب هنا اهو، بسم الله. نجرب كده شويه، حاضر.
تعالوا بقى نبص كده بصه. ايوه هو ده بقى، شايفين؟ هناخد بقى بوله نحط فيها الحاجه دي، وهبدا ابصم او اعمل لها كده من ميه البصل اصبعها. يفضل لو سقعت بس ما فيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده ده. ايوه وهنزل الكمية دي اهي، شايفين الخليط بقى دي عمرها ما تفك اهي، من مية البصل كده اهي، شايفين ازاي؟ ونبدأ بقى نشتغل مع بعض. يعني اشيل دي هنا ونبدأ نحط هنا في الستكس. طيب انا هعمل ايه؟ عندي اهي الستكس، هاخد كده، ممكن اخد التخين بقى افضل مثلا، هاخد بمية البصل كده في ايدي اهو اهو اهو، شايفين ازاي؟ بيكنج باودر هيخليها تتماسك وتبقى حلوه ان شاء الله. دي الكفته اللي بالبرغل، ممكن نخليها كده وناخد واحد تاني او اتنين. ماشي، ميه البصل، ممكن ميه البصل دي نعصر معاها طماطمايه مش هيجرالها حاجه، يعني نبشر معاها طماطمايه ونحط معاها رشه ملح وفلفل ما بيجراش حاجه كده، شايفين؟ تساعدني ما تبقاش بتلزق معايا. نقفل كويس مثلا، يعني اديها بس شكل كده. انا بعمل كده وبروح حاطه تحت على العصاج شويه، يعني بفرد فويل كده عشان بس لو نزلت ميه ولا حاجه تبقى الدنيا ايه، امان. وهاخد كده تاني من الستكس اهو، شايفين ازاي؟ الكفته دي كمان من الكفتات الحلوه قوي، بتبقى حلوه في العزومات وطريه. البرغل بيديها طراوه والبيكنج باودر بيخليها يعني ماسكه نفسها، تلاقوا قوامها كده حلو تنفش كده، واللحمه تبقى مليانه فراغاتها كده مش متفله. تمام، هاخد كده طبعا سقعوها، يفضل الشغل فيها بعد ما تتسقع بشكل كويس، لان ما بتسقع بتدي نتيجه احلى الحقيقه يعني. فهنعمل كده شايفين ازاي، بس تدي بس شكل السيخ. ولو عندي حاجه ادخن، انا ساعات بعملها بحاجه ادخن، يعني سيخ خشب ادخل من الاستكس دي الحقيقه. شايفين ازاي اهو؟ ميه البصل دي ما تترميش خالص. اوكي اهو، نكمل دول نحطهم في الفرن ونعمل وصفه جميله برضو من السلطات المحببه بالبرغل. وادي كفته البرغل، زي ما حضراتكم شايفين كده اهي كمية. هنحطها في الفرن ويلا بينا بقى. يلا حبايبي، انا دلوقتي هجهز بقى مع حضراتكم دول، هحطها في الفرن. انا مشغلة الفرن على حرارة 200 او 180، وتعالوا بقى الايه نحطها سوا كده. ممكن شوية دول كفاية
تعالوا بسم الله. بصوا حاطه فويل هنا فوقها بحيث لما ادخلها بسم الله اهي، والشوايه شغاله خفيف من فوق خلاص، عشان لو نزلت ما بقاش وسخت الصاج يبقى عندي ورقه فويل اتخلص منها بكل سهوله. هنقفل بقى، وممكن انا اكمل السخين اللي باقيين دول وهستسمح حضراتكم في استراحه. هنرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفه حلوه، سلطه بالبرغل بس مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها، في انتظار حضراتكم.